ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تعالوا نحل مع بعض الهوم ورك بتاع الترانسبورت امبلانت ونشوف ايه الغلطات اللي احنا وقعنا فيها. السؤال الاولاني كان بيقول، ثانية واحدة، ترانسبورت اوف فود انسايد الجي از كارد باي ايه؟ احنا عارفين ان الالجي دي من ضمن البريماتيف بلانت، اللي هي الالجي دي اللي هي الطحالب، بتبقى النبات كله على بعضه حتة ورقة واحدة، فطبعا ما عندوش فاسكولار سيستم ولا فاسكولار باندل ولا ليه زايلم ولا فلويم ولا بابا ولا ماما ولا الكلام ده كله. كل حكاية ان هو لو حب يتنقل حاجة من جوه من حتة من الالجي لحتة تانية او من بره لجوه بيتنقل، لو كان من هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن بخاصية زي ما خدناها في يونت 1 اسمها الديفيوجن، او من لو كونسنتريشن لهاي كونسنتريشن بخاصية عكسها اسمها الاكتيف ترانسبورت. يبقى العملية دلوقتي عندهم سهلة جدا، ما عندهمش تعقيدات، الحاجات بتتنقل يا اما بالاكتيف ترانسبورت يا اما بالديفيوجن، يبقى بوث اي اند بي. بي بلانت النبات البسله كان جيت كربون دكسيد، اي حركه احنا خلاص كده، اي حركه ميه تساوي اوزموزس، اي حركه غاز او اكسجين او اي حركه غازات بالديفيوجن على طول في كل النباتات. يبقى اي حركه غاز اذا كان كربون دكسيد اذا كان اكسجين او اذا كان ووتر فيبر بيخش من الاستوماتا ازاي، بيخرج من الاستوماتا ازاي، بيتنقل جوه النبات ازاي بخاصيه اسمها الديفيوجن. بيقول لك هنا عندي ثلاث كائنات حيه اكس واي وزد بالترتيب. الكائن الاولاني اكس بيعمل تنقل للحاجات بالديفيوجن واكتف ترانسبورت، يبقى ده كده على طول بريماتيف. يبقى مين اللي هنا اول واحد فيه بريماتيف؟ هنا بيقول لك الصقر والفول والالجي اللي اسمها السبايروجايرا الجي، يبقى اكيد اول كائن ده اللي هو السبايروجايرا، اللي هي تبقى رقم سي. بس عايزين نتاكد، هل رقم واي اللي هو البين الفول بتتنقل الحاجات جواه الرو ماتيريالز بالديفيوجن والغازات بالديفيوجن والرو ماتيريال باي سبيشالايزد ترانسبورتنج سيستم اللي هي بابا وماما اللي هو زايلم فلويم؟ اه صح. وكمان الهوك اللي هو الصقر الحاجات بتتنقل من خلال ترانسبورتنج سيستم اللي هو هيبقى بقى السيركيولاتوري سيستم بتاعنا والدم بتاعنا، يبقى هي الاجابه رقم سي هي اللي ماشيه مع اكس واي زد. كلاماديموناس الجي نوع من انواع الالجي شير اميبا ان ايه؟ الاثنين طبعا كائنات زي ما انت شايف كده بريماتيف ليفنج اورجانيزم، يبقى هما الاثنين بيشاركوا في كونتين سبيشالايز ترانسبورتنج سيستم؟ اكيد لا، ما عندهمش اساسا ترانسبورتنج سيستم. ترانسفير جازز ان ذا فورم اوف ديفيوجن، ايوه هي دي، ان الكائنات دي نوع من انواع البلانت البريماتيف بلانت، واي حركه للغازات في البلانت بتتم عن طريق الديفيوجن. which two tissue involve in transport، مين هو transporting system، مين وسائل النقل بالنسبة للنباتات؟ احنا عارفين طبعا وسائل النقل هو بابا وماما اللي هو الزايلم والفلويم. زي ابيديرم اوف بوز ستيم، فاكرين لما قلنا ان الابيديرم بتاع الستيم عليها طبقة من الكيوتين وهو هو نفس الشكل اللي احنا خدناه في الليف، ان هو برضه طبقة من الابيديرم دي موجود عليها طبقة كيوتين being covered with a cuticle layer او كيوتين layer. نقط is the plant stem cortex part that supports the plant. احنا خدنا ان الكورتكس ده اللي هي الطبقه اللي تاني طبقه بعد الابيديرم بتتكون من طبقات من فوق، طبقه كولينكايما ودي فيها سي سي سيلولوز فور سبورت اند كلوروفيل بيجمنت فور فوتوسينثيز، وخدنا طبقه بارينكايما بعدها ودي فور ايريشن، وخدنا بعد كده ستار شيس. انهي طبقه من الثلاثه دول اللي تقدر تديني سبورت شويه؟ احنا قلنا السي بتاعت السيلولوز دي تديني سبورت، يبقى اول طبقه من يعني اول طبقه من بره في الكورتكس هي اللي تديني سبورت اللي هي الكولينكايما. انا طبعا البارينكايما ده فور اريشن اونلي، وستارش شيس من اسمها فور ستورج اوف ستارش. ذا تايب اوف سيل ويتش هيلب ان اريشن انسايد ذا ستيم، مين اللي بيهوي على الستيم؟ اللي هي الطبقه اللي اسمها بارينكايما اللي برضو اسمها في الليف كان برضو في طبقه من البارينكايما اسمها الاسبونج لير، كان بتقوم بنفس الدور دايما، هو بيقارن ما بين الستيم والليف. The layer of the stem cortex من الثلاث طبقات بتوع الكورتكس which can make photosynthesis، هي طبعا ما احنا قلنا طبقة الكولينكايما اللي هي الأوتر layer of the cortex اللي هي الكولينكايما عشان فيها C cellulose for support و C chlorophyll pigment to make photosynthesis. The not layer of the stem cortex، هو بيحب يلعب قوي بالألفاظ inner، عارفين كده إن أوتر من بره لجوه، أوتر اللي هي الكولينكايما، middle البارينكايما و inner الستار شيس. فبيقول لك أنهي ريدر أوف ذا كورتكس جيت كونتين جريت أماونت أوف ستارش، ده هي من اسمها ستار شيس، يبقى الإنر لاير. طبعا الأوتر هتقول لي هو بيعمل الأوتر بيعمل ستارش برضه، بس أول ما بيعمله بيخزنه في الستار شيس، بينزلوا الستار شيس ويخزنه جواه، يبقى أكبر طبقة فيها ستارش هي الستار شيس طبعا من اسمها.
all the following are from the function of stem cortex. والستيم كورتكس فيه 3 طبقات، الطبقة الأولانية تبقى يعمل فوتوسينسز وسبورت، الطبقة التانية اللي هي البارينكايما فور إيريشن، الطبقة التالتة اللي هي الكوستار شيز فور ستورج أوف ستارش. مين بقى كلمة غير الأربعة دول؟ ميك فوتوسينسز، لا ميك فوتوسينسز دي في أول طبقة، ستورج في الستار شيز، سبورت في السليلوز اللي هو موجود في الأبر كولينكايما. أما الترانسبورت هو ملوش أي علاقة بالترانسبورت، الكورتكس مش جواه ولا لقينا جواه بابا ولا ماما عشان يبقى يعمل ترانسبورت لأي مادة. Which two type of plant tissue make up the stem cortex؟ مين النوعين التيشو اللي بيعملوا الستيم كورتكس؟ الكورتكس مصنوع من كولينكايما وبارينكايما، لما الستار شيز دي حتة بيتخزن فيها الستارش، يبقى مصنوع من أنهي نوع من أنواع الخلايا؟ مصنوع من بارينكايما وكولينكايما، بالترتيب كولينكايما بره والبارينكايما تحتيه، ده أوتر لاير وده ميدل لاير. The outer layer of the stem vascular cylinder، وش السلندر، وش السلندر أول طبقة فيه اسمها إيه؟ قلنا فيها طبقة اسمها البريسايكل اللي مصنوعة من شوية بارينكايما for strength and elasticity. Which of the following structure doesn't have the support function؟ مين في دول مش هيدي support؟ مش هيدي support يعني معلوش أي ترسبات. البارينكايما ما بتديش أي support طبعا، إنما الكولينكايما فيها سيلوز اللي إحنا قلنا عليها سي عشان يعمل support. الزينم فيها اللينين المادة القاتلة أساسا، ده هو ده المين سبورت سيستم في النبات. البريسايكل قلنا كلمة كده عليها إن هي مصنوعة من البارينكايما بس فور جيفينج سترينث أند إلاستيستي، يبقى البريسايكل بتخش من ضمن الحاجات اللي بتدي سترينث للستيم، يبقى الوحيدة اللي مش بتدي اللي هي الإيريشن اللي كانت في الميدل لاير أوف ذا كورتكس، عشان دي بتعمل إيريشن أونلي ملهاش أي علاقة بالسترينث. ذا نيوكليتد بارت أوف ذا فلويم، إحنا قلنا إن الفلويم بيتكون من سايف تيوب وحته اسمها الكومبانيون سيل اللي فيها كامله فيها النيوكلياس بتاعت، يبقى النيوكليتد بارت الحته اللي فيها نيوكلياس فين في الفلويم دي اللي هي اسمها الكومبانيون سيل. سبستانت ترانسبورت انسايد ذا بلانت فلويم، احنا عارفين ان ماما بتنقل ايه الريدي ميد فود فروم ذا ليف تو اول بارت اوف ذا بلانت اللي فوق وتحت، يبقى ان اي دايركشن ان اول دايركشن، انما الزايلم بابا بيبقى اتجاهه من تحت لفوق بس ان وان دايركشن عشان بيشيل الووتر اند مينرال سولتس. Which of the following represents the production and distribution lines؟ مين خط الإنتاج وخط التوزيع؟ خط الإنتاج هي طبعا هو هنا يعمل لك خط إنتاج، يعمل لك ليفز، أه خط الإنتاج الليفز هو اللي بينتج الأكل. ومين خط التوزيع؟ هل هو اللي بيوزع الأكل بعد ما بينتج الأكل؟ مين؟ اللي هو ماما. يبقى الليفز أند فلويم كده هم دول اللي خط الإنتاج وخط التوزيع ورا بعض. Which substance is the phloem primary responsible for transport؟ ماما بتنقل ايه؟ ماما بتنقل طبعا اي انواع الاكل، ولا ووتر ولا مينرال ولا اكسجين ولا كربون دايوكسيد، بتنقل شوجرز ماشي، سيليلوز سوري ساكروز ماشي، جلوكوز ماشي، ستارش لا ستارش لا شوجرز ماشي، اللي هي بتنقل اكل ترانسبورت فود يعني. The main function of companion cell الخلية المصاحبة في الفلويم، قلنا ان هي مليانه بميتوكوندريا to produce energy and give it to the safe tube to enhance or to increase the speed of transport of food by phloem. ده دي الخليه اللي مصاحبه للفلويم اللي كانت جنب كل سايف تيوب كان فيه كومبانيون سيل عشان تنتج اي تي بي وتدي للفلويم عشان يوزع الاكل بسرعه، يبقى give energy to the safe tube. The main function of phloem bundle، ايه المين فانكشن اوف ماما؟ قلنا transport food all over the plant. give support لا، transport water لا، organize the vital function لا، carry ready made food to all parts of the plant. في شكل قدامك طبعا ده شكل فلويم، ادي الفلويم ده طبعا السايف تيوب، وده اللي هو الخطوط دي اللي هي المقطعه دي اللي هي المصفى بتاعت ماما اللي اسمها السايف بليت، ودي طبعا الكومبانيون سيل اللي كامله اللي فيها السيتوبلازم بتاعها والنيوكلياس بتاعتها وفيها ميتوكوندريا كتير قوي عشان تنتج طاقه كتير وتديها للسايف تيوب عشان يحرك الاكل بسرعه. فبيقول لك all the following happened in removing the structure too، لو شلنا الكومبانيون سيل ايه اللي هيحصل؟ ما عدا ايه؟ كله هيحصل ما عدا ايه؟ the tissue lose its energy صح طبعا لان هو كان مصدر الطاقه. the tissue is not able to divide صح، بس هو كده بيعمل ديفيجن للكومبانيون سيل بس ما بيعملش ديفيجن للسايف تيوب، خد بالك اللي بيعمل فلويم جديد او سايف تيوب جديد اللي هو الكامبيون اللي فيه البيتميري الميريستماتيك سيل، يبقى ذا تيشو لوز اتس ابيليتي تو ديفايد قصده على الكومبانيون سيل اه صح. ذا جروث اوف ذا تيشو ستوب، التيشو هيوقف ولا التيشو تشينج انتو زايلم،
والله التيشو جروس هي برضه هيوقف، لان الفلويد مش هيتكون، الاكل مش هيتوزع، فالدنيا هتقف، التغذيه وقفت، يبقى النبات كله الجروس بتاعه يقف. يبقى برضه اللي هي الحاجه الوحيده اللي مش هتحصل، ان هي مش معقوله ان الفلويد ما يتحول لزايلم، يعني الهبل. ذا ستراكشر نمبر 1 تشير ستراكشر نمبر 2 في ايه؟ مين 1 ومين 2؟ 1 اللي هو السايف تيوب، ومين 2 اللي هو الكومبانيون سيل. الاثنين فيهم ايه؟ الاثنين فيهم سيتوبلازم، هنا عشان ينقل الاكل عليه، هو على مراكب كده، وده فيه سيتوبلازم، ان هو خليه كامله، قال لك خليه كامله فيها نيوكلس وسيتوبلازم وكل حاجه، بس فيها زياده الميتاكوندريا بكميات عاليه قوي. بيقول لك ان ذا اوبزيت فيجر، انا هنا الفيجر ده بيقول لك ايه؟ الزايلم كامل اهو جوه، وشلت طبقه الفلويم الخارجيه دي، يعني من الاخر كده قطعت الفلويم، الفلويم ما بقاش متصل. الفلويم ده كان الفانكشن بتاعه ايه؟ اللي هو ماما كان ترانسبورت فود، فلو قطعت الفلويم ما بقاش واصل ببعضيه، يبقى كأن قطعت الاسانسير بتاع الاكل. يبقى ايه اللي هيحصل؟ ووتر، لا مالناش علاقه بالووتر، الفلويد مالوش علاقه بالووتر، ولا واحد ولا اثنين. سوليوت الاكل، السوليوت اللي هي المذيبات والنوت ريتش ذا ليفز، اللي هو المينرال سولتس والحاجات دي، مش توصل للليفز، هو الفلويد مالوش علاقه بالسوليوتس. الامينو اسيد ايوه نوع من انواع الاكل اهو، اند شوجرز الاكل النوت ترانسبورت ذا روت ايوه، هنا والاكل نازل للروت تحت، مش هيتقطع من هنا، مش هيوصل لتحت، لان هو الفانكشن اوف فلويم ايه؟ ترانسبورت ذا ريدي ميد فود. فلو قطعت حته الفلويم في النص كده، مش هيوصل الاكل للروت تحت بعد ما يتعمل في الليفز فوق. ذا سيل ان ذا بلانت ستيم ويتش كان ديفايد تو انكريز ذا نمبر اوف فلويم، مين اللي يقدر يديني فلويم جديده؟ قلنا الميريستماتيك سيل اللي موجوده فين؟ في الكامبيوم، اللي عندها القدره ان هي تو ميك ميني ديفيجن. نقط تيشو ان ذا بلانت ستيم ديفايد تو جيف ميتازايلم، هي اللي هي الكامبيوم اللي فيها الميريستماتيك سيل، ماشي، اللي هي الطبقة اللي في النص ما بين الفلويم والزايلم، اللي هي عندها ميريستماتيك سيل تو ديفايد تو جيف سكندري فلويم ابورد اند سكندري زايلم داونورد. ذا انترنال بارت اوف ذا سيم فاسكولار باندل از ميد اب اوف ايه؟ الجزء الداخلي اوف الباندل، الداخلي مصنوع من اللي هو الداخلي جوه خالص، ده احنا قلنا هو 3 طبقات، فلويم بره وكامبيوم في النص وزايلم، هو قصده على الزايلم. موجود في ايه الزايلم؟ هل موجود في زايلم فيزل؟ اه ده جزء من الزايلم. هل موجود في تراكيد؟ برضه موجود، ده جزء من الزايلم. زايلم برانكايما، دول هما دول 3 اجزاء الخلايا بتوع الزايلم تيشو، يبقى اول موجودين في الانر بارت اوف ذا فاسكولار باندل. ويتش اوف ذا فولوينج دازنت اجري وذ ذا ناتشر اوف لجنين، مين في دول جمله غلط على اللجنين؟ اللجنين طبعا طبقه امبيرميبل تو ووتر اند سولت، وهي اللي خلت الزايلم يموت، لان هو اللي هتعدي ووتر وهتعدي اكل، الخلايا اللي جوه، الخلايا اللي جوه ماتت، بس ليها فانكشن حلو قوي ان هو بيعمل سبورت للبلانت. It play a support role for the xylem أكيد. It prevent xylem collapse، قلنا برضو إن هو بيمنع إن الزايلم يحصل له إن هو يقفل على نفسه زي التراكية كده في الإنسان. It is impermeable to water، برضو صح. It is permeable to water، لا طبعا غلط خالص، إن اللي not permeable دي مادة شمعية. The non signet part، في حتة ربنا سايبها في ال non lignified في الزايلم wall، دي كان لازمتها إيه؟ بنسميها إيه؟ البيتس. خد بالك في فرق بين يعني البيتس والبس. البس هي الطبقة اللي جوه خالص في الستيم، اسمها البيس، انما الطبقه الخروم دي بنسميها البيتس اللي موجوده، اللي هي النون ليجنيفايد بارت اوف ذا زايلم وول. نقط بريفنت ووتر فروم جوينج اوت ذا زايلم فيزيت، ماده ايه اللي بتمنع الخروج الميه؟ اللي هي طبعا ماده اللجنين، لان في ماده اللجنين والسليلوز موجودين على الوول، بس طبعا السليلوز بيرميبل تو ووتر اند سولت، انما اللجنين هي اللي بتمنع خروج الميه. الهالو تيوب فاوند انسايد ذا بلانت، خراطيم موجودين في الستيم والسليلوز اند لجنين، اول ما اقول لك سليلوز اند لجنين ده كده على طول زايلم فيزل، بس ممكن يكون كمان تراكيد. سكنت اتس اولويز بوينتد اند، بس انا بيقول لك ليها نهايات بوينتد، نهايات بوينتد دي يبقى زايلم فيزل والتراكيد دي اللي هي التراكيد، لان هو في 3 فروقات ما بين الزايلم فيزل والتراكيد. اول فرق ان كل تراكيد هي بوان سيل، تاني فرق ان التراكيد هاز بوينتد اند، تالت فرق ان التراكيد هاز انتاجونال هيكساجونال شيب، وده كله مكتوب عندك في الملزمه. Which substance is the xylem permeable responsible for transporting? Which substance is the xylem primary responsible for the transport? الزايلم بينقل ايه؟ احنا عارفين ان الزايلم اللي هو بابا بينقل ووتر اند مينرال سولت، طبعا الووتر. Inside the xylem we can find ايه؟ نفس السؤال بس بطريقه ثانيه، ممكن نلاقي يا ووتر يا مينرال سولت، مين في دول؟ سولت اه، انما لا الاقي اكل ولا الاقي جلوكوز ولا مالتوز ولا امينو اسيد. زايلم اند فلويم سايف تيوب از لايك اتش اذر ان ذا فولونج اكسبت، ايه العلاقه بين الخرطوم اللي هو بتاع الفلويم والخرطوم بتاع الزايلم؟ هما كلهم شبه بعض ما عدا ايه؟ زي هاز نو نيوكلاس، اه صح، هما الاثنين ما عندهمش نيوكلاس.
زي ترانسبورت سبستنس بينقلوا حاجات ده بين الاكل وده بين الميه. produced from the division of some type of cell ده produced from division of cambium cell اللي هي الميريستماتيك cell of the cambium وده نفس النظام. made up of non living لا للاسف الزايلم بس هو اللي هو اللي اتقتل الزايلم بس اللي هو ال non living due to the presence of lignin انما الفلويم لسه عايش. يبقى الاجابه رقم دي مش هما الاثنين ميتين. نقط تيشو ترانسبورت ووتر على طول ما يقول لك ترانسبورت ووتر يبقى ده على طول ايه الزايلم. Both xylem and tracheids are similar in all the following except ايه؟ احنا قلنا الثلاث فروقات اللي ما بينهم فوق. الفانكشن هل هما مختلفين في الفانكشن؟ لا هما الاثنين بينقلوا الووتر. في النون ليفنج هما الاثنين نون ليفنج عشان هما الاثنين ديبوزيت اوف لينين. هاز لينين ديبوزيت ان وول صح برضه ان هما الاثنين هاز ديبوزيت لينين وول. ميد اب اوف ذا سيم نمبر اوف اليونجيتد سيل؟ لا طبعا هي دي الاجابه المظبوطه ان هما الاثنين مختلفين في النمبر اوف سيل. ان كل تراكيداية بسلية انما الزايلم ما نقدرش نحسب له عدد السلة لانهم فتحوا على بعض. الشكل اللي قدامي ده طبعا ده شكل حاجة كده مدورة حاجة من بره وحاجة من جوه. احنا عارفين ان اللي بره ده بيبقى دايما هو الفلويم. الفلويم هما اللي هي ست الكل اللي فوق واللي جوه ده بيبقى دايما هو الزايلم اللي هو بابا. فبيقول لك ذا بوز الدايجرام كيو دي تعتبر ايه؟ كيو دي اللي هي جوه خالص دي تعتبر الزايلم. Each of xylem tissue and phloem performs a transport system. هم بينقلوا حاجات. Which of the following statement is describe شغلهم مين اللي دول تقول شغلهم؟ Xylem transport water صح. Aboard صح. And phloem transport food downward لا يبقى دي غلط هو downward and aboard. Xylem transport water and salt صح. Phloem transport ready made food downward only لا برضه. Xylem transport water and salt صح. and foreign transport the ready made ساب وسكت هي دي اصح واحده عشان ما قالش ولا فوق ولا تحت. All the following don't have the ability to divide except A. كل دول عندهم القدره على انهم يعملوا division ما عدا مين؟ طبعا التراكيد ما عندهاش القدره لان ما فيش نيوكليس ولا الزايلم ما عندوش نيوكليس ولا السايف تيوب عنده نيوكليس انما الوحيد اللي عنده نيوكليس ممكن يعمل division هو الكومبانيون سيل. Which of these tissue is found in the plant stem and not found in the plant؟ من ضمن الحاجات اللي لقيناها في الستيم واللي لقيناهاش في الـ في الـ في الليف اللي هي الكامبيوم طبعا لان اوريدي الستيم السكند فلويم والسكند زايلم اللي بينتجوا في الستيم بيمتدوا لغايه الليف فوق اللي هو بيبقى فيري نارو فينفعش يتخن لان الستيم هو اللي بيتخن من الليف زي ما بتتخنش فما فيش طبقه الكامبيوم دي. Which of the following substance does not transport through the transporting system؟ مين في دول ماده ما بنلاقيهاش في المواصلات اللي هي الزايلم والفلويم؟ بنلاقي ميه في الزايلم، بنلاقي جلوكوز في الفلويم، بنلاقي مجنيزيوم كمينرال سولت في الزايلم، انما عمرنا ما نلاقي سليلوز، السليلوز ده عمرنا ما نلاقيه في الترانسبورتنج سيستم، عمرنا ما نلاقيه راكب الاتوبيس. هنلاقي الساكروز ماشي، انما سليلوز بولي ساكرايد ده انسولبل ان ووتر ما ينفعش ده ممكن يسد الدنيا. Which of the following is not a part from the transporting system؟ مين في دول مش جزء من وسائل المواصفات جوه وسائل المواصلات جوه النبات؟ الكومبانيون سيل من ضمن الفلويم قطعه من الفلويم يبقى تعتبر من وسائل المواصلات. التراكيد نوع من انواع الزايلم. السايف بليتس موجوده في السايف تيوبس اللي موجوده في الفلويم جزء من الفلويم انما الكامبيوم كانت جزء ما بين الزايلم والفلويم وملوش علاقه بوسائل المواصلات ده كانت كل شغلها ان هي تنتج سكندري زايلم وسكندري فلويم. مين هي التايب اوف بارينكايما سيل ذات ترانسبورت سبستنت بتوين ذا ستيم كورتكس اند ذا بيس؟ احنا لقينا حاجه اسمها المدلل ري شويه بارينكايما كده عشان يوصلوا ما بين البيس وما بين الكورتكس لير. دي كانت اخر حته خالص. If you know that the iodine give blue color لو انت عارف ان الايودين هيديني نوع blue color مع الاستاش. انهي جزء في الستيم يديني لون دارك بلو؟ يعني مين في الاخر كده اللي هلاقي فيه طبقه استاش؟ هل هلاقي في الزايلم فيزل؟ استحاله الاقي في الزايلم فيزل لان الزايلم ده بينتج ووتر ومينرال سولت. هل الاقي في الكامبيوم؟ الكامبيوم ملوش علاقه بالاستاش خالص عشان بيعمل ديفيجن سكندري فلويم وسكند زايلم. هل الاقي في المدلل الري؟ مدار الريل دي كل حكاية ان هي شويه بارينكايما سيل تكون نكت بتوين ذا بيس اند ذا كورتكس. هل الاقي في الانر موست لاير اوف ذا كورتكس؟ ما هي الانر موست لاير اوف ذا كورتكس دي مصنوعه من الستار شيس عشان تخزن الستار فهي دي اللي هتديني لون دارك بلو مع الايودين. الرسمه اللي قدامي دي اللي بتيجي في الامتحان طبعا رقم واحد ده اللي هو ست الكل ماما فوق خالص ورقم اربعه اللي هو الزايلم ورقم الاثنين اللي ما بينهم اللي هو الكامبيوم ورقم ثلاثه دي اللي هي البيس بقى اللي في النص خالص ما في الاستيم. فبيقول لك Which power responsible of transport food ماما اللي هي مين واحد طب transport water اللي هو بابا اللي هو أربعة طب division اللي هو اتنين كامبي
ذا بيس اكواير اكواير ذا سنتر اوف ذا ستيم، بيقول لك ان البيس موجود في النص بتاع الستيم. ميد اب اوف كومبارينكايما سيل، وات از ذا مين بيربوس اوف ذا بيس، ايه لازمه البيس؟ قلنا البيس ده اللي هو الحته في النص خالص دي، فور ستورج اوف اني ثينج، ستورج اوف نيوترنس زياده لو في ميه زياده، تو ديزولف لا، تو بروفايد ميكانيكال سبورت لا، تو ستور اند ترانسبورت نيوترنس ماشي، هي دي. تو اكت از سايت اوف ريسبيريشن لا، تو بريك داون لا، لان هي فيها كمان مدلل ري اللي ممكن ينقل الاكل ما بينها وما بين الكورتكس. For the following statement about plant stem, state whether they are true or false. مين الجملة صح وغلط؟ Transport system اللي هو الزيلم والفلويم in the plant are cuticle impermeable for providing leaves with the reactant they need to carry out photosynthesis. Transport system in plant stem contain important for providing leaves with the reactant they need to carry out photosynthesis. لا مش كلهم، ده كده الزيلم بس، يبقى دي فولس. Transport system in plant stem will only transport water, mineral and sugars to the lower half of the plant، برضه غلط، لأن هو بيوصل الأكل لفوق وتحت، يبقى الجملتين دول غلط. Which of the following describes the structure of the dicot stem؟ الدايكوت ستيم عبارة عن إيه؟ الستيم بتاع الدايكوت ده it contain a ring shaped vascular bundle، إحنا قلنا الـ vascular bundle على شكل triangle. Its base to outside and its end is to inside. مش رينج شيب. It contains central vascular cell. لا والله السنترال ده موجود في البيس. It contains several layers of xylem that are surrounded by a ring of phloem. في xylem متحوط بطبقة من الفلويم رينج شيب. لا هم على بعض ريكتانجل ان شيب. سوري ترينجل ان شيب. They contain vascular bundles that scattered through the base. اه هم عندهم vascular فعلا، هي دي. ما عندهم فاسكولار باندل اللي هو الزايلم والفلويم اللي هم حوالين البس، حوالين الايه؟ البس. طبعا مين اللي فوق خالص؟ الفلويم. مين اللي تحت؟ اللي هو الزايلم. منتشرين حوالين البس، هي دي الجمله الصح. بيقول لك هنا الدايجرام شو مش عارف ايه الشكل بتاع الدايكوت، بيقول لك هو اكس ده بيدل على ايه؟ اللي هي الطبقه اللي بره خالص دي، طبعا الابيديرم دي اول طبقه خالص بره خالص، فين؟ في الاستم اهي. بيقول لك ده برضو مين الطبقه اللي بتدل على واي؟ اللي هو ده اللي هو بابا وماما وما بينهم الكامبيوم، ده اللي هو الفاسكولار باندل. بيقول لك لو نقعت ستيم، خدت ستيم وحطيت عليه صبغة زرقاء، مين اللون اللي هيطلع لي صح في دول؟ طبعا الصبغة الزرقاء دي، او انا حطيت الستيم في تربة ورويتها بمية زرقاء، احنا عارفين ان مين اللي بينقل المية؟ اللي هو الزيلم. والزيلم فين في انهي دورية من دول؟ اللي هو الدورية اللي جوه. يبقى مين اللي هيتلون باللون الازرق؟ ده طبعا الفلوي ملوش علاقه اللي بره ده، انما الزيلم هو اللي هيبقى لونه ازرق لان هو اللي شايل الميه المزرقه. يبقى هي الصوره رقم سي. الاسي كويشن بقى بيقول لك على الرغم من السايف تيوب ار ديفويد اوف نيوكلاي زي ار ايبل تو ترانسبورت فود، هتقول لي بكوز ديو تو، طبعا هبقى اديك ورقه بالكلام ده، عشان ديو تو ذا بريزنس اوف ذا كومبانيون سيل اللي عندها ميتوكوندريا كتير وبتنتج اي تي بي كتير، فتقدر تدي الطاقه دي للسايف تيوب تو increase the speed of transport of food. The cell of the root obtains their food although they doesn't contain chlorophyll. ازاي الروت بيوصل له اكل؟ هتقول له due to the presence of phloem اللي هي ماما which distributes the ready made food to all parts of the plant including the root. عشان الاكل بيوصل للروت من خلال ماما اللي بتوزع الاكل بعد ما الليف يعمله. The xylem tissue contain living cell although it is non living. ما احنا قلنا ان الزيلم بيتكون من ثلاث حاجات، زيلم فيزل وتراكيل، بس في شويه زيلم بارينكايما. الزيلم بارينكايما دي شويه خلايا لسه عايشه، انما الاثنين دول طبعا ميتين due to the presence of lignin. يبقى تقول له due to the presence of xylem parenchyma، شويه xylem parenchyma cell which is still living. There are several regions in the plant in which the starch granule are stored. اه طبعا في مناطق كتير ممكن يعمل لها في الستيم ستورج، زي ما خدنا ان ممكن في الستارش شيز في الانر لاير اوف ذا كورتكس، وكمان في البيست في النص ممكن اعمل ستورج فور ستارش. ده غير كمان ان الليفز ممكن تعمل ستورج فور ستارش. What happened in case of the absence of living cell from phloem؟ قصده ايه بالليفنج سيل؟ ما هو كلهم ليفنج سيل، يعني لو absence of سايف تيوب وكومبانيون سيل والفلويم بارينكايما، يعني لو كله الفلويم اختفى، ما هو كلهم ليفنج، ما هو الفلويم كله ليفنج، لو اختفى الفلويم there is no distribution of، يعني قصده ايه اللي هيحصل لو ما فيش فلويم؟ there is no distribution for ready made food so the plant may die. مش may die، ده will die يعني.
the absence of meristematic cell from the stem. طبعا احنا عارفين ان الميريستماتيك سيل دي موجوده في طبقه الكامبيوم، لو ما بقتش موجوده يبقى there is no secondary phloem or there is no secondary xylem، ما فيش xylem ولا اسانسيرات جديده هتتكون ولا xylem ولا phloem جديده هتتكون، يبقى the plant may die هنا بقى. شكرا.